السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بكم أعزائي المشاهدين المتابعين المحترمين. طبعا كلنا شفنا امبارح تصريحات مهدي بن عطية الكابتن السابق لمنتخب المغرب ولاعب روما ولاعب يوفنتوس عن منتخب الجزائر، لما قال إن منتخب الجزائر محظوظ بوجود لاعب زي رياض محرز، واعتبر إن دي نفس يعني صورة بالكربون من تصريحات خليل وزيتش. أنا مش عارف الجماعة المغاربة اللي من دول مركزين مع رياض محرز ومحمد صلاح والناس دي ليه، خاصة ان في شكل كبير او يعني في توقعات كبيرة ان ممكن اصطدام بين المنتخب المصري والمنتخب المغربي او المنتخب الجزائري والمنتخب المغربي، وبالتالي ففي حرب نفسية جديدة جدا. طبعا احنا عارفين ان مهدي بن عطية ان والدته كانت جزائرية وان هو كان فضل ان هو يلعب للمنتخب المغربي وما يلعبش المنتخب الجزائري، ولكن انا مش شايف اي سبب من الاسباب ان يكون التصريحات دي بشكل كبير. طبعا هو الراجل ما اتكلمش بحاجة غلط، هو قال ان المنتخب الجزائري يمتلك او محظوظ يمتلك لاعب زي رياض محرز، ولكن انا بقول له ان المنتخب الجزائري يمتلك العديد من النجوم زي بغداد بونجاح، زي رامي بن سبعيني، زي اسلام سليماني، في غولي، يعني معلش برضو مش هنختصر طبعا رياض لعيب كبير ونجم وهو القائد، ولكن بشكل اكبر لازم نعرف ان المنتخب الجزائري يمتلك العديد النجوم طبعا، وكان من ضمن الاسباب الرئيسيه لفوز المنتخب الجزائري ببطوله افريقيا، وكمان الاداء او الظهور مستوى طيب كان هو الكابتن جمال بالماضي المدرب الجزائري الكبير. وبالتالي فان هم دايما عايزين يختزلوا روح الجماعه بتاع المنتخب الجزائري في لاعب واحد زي رياض محرز، طبعا ده صعب عندنا برضه كذلك في مصر صعب. فبالتالي في حرب نفسيه ممنهجه بيمارسها بعض نجوم المنتخب المغربي على المنتخب الجزائري. نتمنى من الله سبحانه وتعالى التوفيق للمنتخب الجزائري في مباراته ان شاء الله القادمه امام جيبوتي، وكمان مباراته امام بوركينا فاسو الحاسمه ان شاء الله. طبعا زي ما احنا قلنا في بعض اللاعبين اللي كنت قلت ان هم مش هيشاركوا في البطوله او سوري في مباراه قادمه في جيبوتي او في مصر امام جيبوتي نتيجه ان هم خدوا انذار اول، فالمنتخب الناخب الوطني جمال بالماضي كان خايف ان هم ياخدوا الانذار الثاني، وهم زي ما قلنا زروقي وكان بن سبعيني وبالعمري، وطبعا كان في اصابه اللي بالعمري او مش اصابه بنقول ان هو تعبان شويه او مريض، فبنتمنى ان شاء الله الشفاء قلب الدفاع قلب الاسد يرجع ثاني لانه هيكون مهم جدا في مباراه بوركينا فاسو بالذات ان شاء الله. اتمنى لكم السعاده، وانا اسف اليومين دول بس يعني بعض الظروف اللي بتمنعني من التصوير، ولكن ان شاء الله نرجع لكم في اقرب فرصه ونلتقي بكم مره اخرى. شكرا لكم واتمنى لكم السعاده يا رب. شكرا، السلام عليكم ورحمه الله.